فشيع لعلي رضي الله عنه من تشيع، ثم أخذوا يغالون فيه كما فعل السبعية حتى أله، وجاء جائيهم إلى علي رضي الله عنه فقال: أنت أنت. خد لهم الأخاديد وأشعلها نارا، ومن وجده من السبئيين أدخله النار. فر عبد الله بن سبأ اليهودي إلى مصر، استقبله أهل الفتنة في مصر بالترحاب، ووقعت ملاحم عظيمة، وظلت شوكة الروافض الشيعة تغلظ وتقوى حتى صرنا إلى ما صرنا إليه اليوم. ما الذي يصنعون؟ يجعلون هذا اليوم يوم عاشوراء، يوم مأتم، يضربون فيه أنفسهم بالسيوف والجنازير والسلاسل والسكاكين، ويصنعون مناحة عظيمة، مع أن أهل الكوفة، مع أن أهل العراق هم الذين أسلموا الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى القتل بعد أن غدروا به، منوه بالمجيء، فلما سار إليهم افرنقعوا عنه وأسلموه لعبد الله بن زياد حتى قتل الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحسين لما قتل دفن في أرض كربلاء، وأنزل الله تبارك وتعالى سيلا عظيما فغطى الأرض، فلما جفت لم يستدل على قبره بعد. رأس الحسين موجود على حسب ما يقول الخرافيون في مصر وفي دمشق وفي العراق، في أكثر من موضع يقولون هذا مشهد الرأس الشريف، وليس ذلك كذلك. الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسن رضي الله تعالى عنهم. الحاصل أنهم في هذا اليوم، في يوم عاشوراء، يتخذونه مأتما، ويأتون بأمور تجعل غير المسلمين يبغضون المسلمين ويسخرون منهم، ويقولون إن كان هذا هو الإسلام فهذا دين باطل، لأنها أمور لا يمكن أن يقبلها العقل السليم ولا الفطرة المستقيمة. النواصب الذين يبغضون آل البيت في المقابل يتخذون يوم عاشوراء عيدا. أما أهل السنة فإنهم يعظمون يوم عاشوراء بما عظمه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صيامه، ليس موسما إسلاميا، ليس فيه توسعة على العياف بتكثير الطعام والشراب ولا باستجلاب الصيام ولا شيء، لم يفعل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الصيام. فلا يعظم هذا اليوم، أعني يوم عاشوراء، إلا بصيامه. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للإتيان بما يحبه ويرضاه.